مساء الخير مشاهدينا الاعزاء، اهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من برنامجكم عوافي. واليوم اتجهنا للمطبخ الفلسطيني وحضرنا لكم طبق دجاج المقلوبه، تابعونا. حكاية كثير من الناس، رغم مشقة العمل فرحتها تكللها مبسم الأحفاد. في سر الوصفة طحين الخبز العربي وأجود المعجنات التي تأسر الألباب وتطرق باب كل بيت عماني يتحلق حوله الأصحاب والأحباب. ومهما تعددت الوصفات والمأكولات، يبقى الطعم الأصيل في طحين الخريف من منتجات شركة مطاحن صلالة، هو الخيار الأول في كل وصفة. شركة مطاحن صلالة، لحياة أكثر صحة. كثيرا ما نسمع عن زيت زيتون أصلي بكر على البارد عصر أولى. بالتأكيد سألت نفسك، هل الزيت في الأسواق صاف وطبيعي؟ في معصرتنا نقدم زيتا طبيعيا صافيا وموسميا يتم قطافه من أجود ثمار الزيتون. نفتخر بأننا المعصرة الأولى والأكبر في السلطنة التي تفحص ثمار الزيتون قبل عصرها. معصرة جعلان بني أبو علي، وجهتكم الجديدة في عالم زيت الزيتون، فخر المنتج الوطني العماني. وزنها وعدلها، وزنها وعدلها، حياتك رحلة، وزنها وعدلها، أكل صحي، حياتي أفضل، حياتك رحلة. رجعنا مباشرة للمكونات، وعندي هون دجاجة مقطعة إلى أربع قطع مقلية طبعا نصف استواء. عندي خمس فصوص من الثوم المهروس ناعم أو المقطع مفروم ناعم. عندي بالإضافة إلى ربع ملعقة من القرفة مطحونة، نصف ملعقة ملح طعام، إضافة إلى حبة بصل مفروم ناعم، وعندي كمان فلفل أسود مقدار ربع ملعقة صغيرة، إضافة لنصف ملعقة من البهارات المشكلة اللي هي أساس للمقلوبة عندي، إضافة إلى ملعقة واحدة من السمنة المحلية. طبعا عندي هون كمان انا الخضار اللي انا محضرها هون مقليه طبعا نصف استواء، اللي هي عندي حبتين بطاطا مقليه مقطعه الى دوائر بهذا الشكل. عندي كمان الزهره مقطعه تقطيعتها المعتاده يعني مقليه كمان بمقدار راس ونص، وزن تقريبا 700 غرام. اضافه الى حبتين متوسط الحجم من الباذنجان برضه المقلي، واضافه الى كوبين من الرز البسمتي او الرز المصري حسب الرغبه. راح احتاج الى ثلاث ملاعق من الزيت النباتي. تابعونا. تبدأ حكاية كثير من الناس، رغم مشقة العمل فرحتها تكللها مبسم الأحفاد. في سر الوصفة طحين الخبز العربي وأجود المعجنات التي تأسر الألباب وتطرق باب كل بيت عماني
يتحلق حوله الأصحاب والأحباب، ومهما تعددت الوصفات والمأكولات يبقى الطعم الأصيل في طحين الخريف من منتجات شركة مطاحن صلالة هو الخيار الأول في كل وصفة. شركة مطاحن صلالة، لحياة أكثر صحة. وزنها وعدلها، وزنها وعدلها، حياتك رحلة، وزنها وعدلها، أكل صحي، حياة أفضل، حياتك رحلة. مباشرة أعزائي المشاهدين، رايحين إحنا نحضر صافرية متوسطة الحجم زي ما احنا شايفين، وهذا هو الطبق الوحيد اللي احنا رايحين نعمله تطبيق مباشرة داخل الصافرية، بس بدها خطوة نتابع. فراح انزل انا هنا حب البطاطا بهذا الشكل، راح اشكلها بشكل دائري لحتى تغطي معي اول طبقة من الصافرية تحت. طبعا هذا الشيء بيساعد على انه ما يخلي المكونات اللي راح اضيفها لاحقا انها تلزق معي بالطنجره من تحت او الصافيه، فراح هي كميتها مناسبه بتكون عندي، ما في عندي زياده ولا نقصان. الشيء الثاني راح اضيف الباذنجان كمان نفس الشكل، طبعا كله الخضروات اللي عندي زي ما حكينا اصدقائي المشاهدين خضروات مقليه نصف استواء، راح اوزعها بشكل دائري. طبعا سبب تسميتها مقلوبه احنا زي ممكن ما وضحنا، بس رايحين نوضح انه هو الطبق الوحيد اللي بس احنا نخلص انه سكب الارز فيه بيختلف، فما راح يكون سكبه زي ارز المندي او انواع الارز الثانيه، راح يكون قلب انه نقلب الطنجره. راح نفرجيكم كيف عمليتها باخر خطوه، ونهايه راح اضيف انا الزهره كمان المقليه نصف استواء بهذا الشكل. راح انزل عليها الدجاج واخلي الوجه اللي مقلي عندي، الوجه اللي احتاجه انا بالنهايه يكون لتحت، فما راح يكون معروض عندي هيك، راح انزله بهذا الشكل. ونهايه راح اضيف الجارليك اللي عندي اللي هو مكون اساسي كمان فيها. القرفه تعطينا الطعمه الطيبه للرز المقلوبه، طبعا هاي اكله شهيره بالمطبخ الفلسطيني، رز المقلوبة او بلاد الشام كلها احنا بنستخدمها، واكله كثير مميزه عنا. راح انزل مكونات البهارات، راح استخدم معلقه سمنه محليه لحتى تطفي عندي طعمه مميزه بهذا الشكل. راح اوزعها بالاضافه الى سبع بهارات اللي هي سفن سبايس المعروفه باي المحلات موجوده، والفلفل الاسمر بهذا الشكل. وبهي المرحله بقدر انا انه اضيف الوقت الحالي عندي المي بمقدار زي ما حكينا للرز البسمتي، كل كوبين بحتاج لهم ثلاث، لو استخدمت انت رز مصري راح يحتاج لها الكوبين راح يحتاج لهم ثلاث اكواب نصف من الماء، الرز المصري بيشرب اكثر من المي فبحاجه اكثر الى الماء. فراح انزل الكميه اللي عندي من غير ما احرك طبعا الصافيه الموجوده عندي، وما راح انسى مقدار ثلاث ملاعق من الزيت النباتي مهم للرز لحتى ما يطلع عندي ناشف. ونهايه راح اضيف كوبين الرز اللي عندي زي ما احنا شايفين خطوه بخطوه، بتمنى نتابعها مشان تنجح عندي الطبق. راح اوزع الرز مقدار كوبين زي ما حكينا بهذا الشكل لحتى عندي يتغطى بهذا الشكل. راح نقولها مباشره على الغاز اللي عندي على درجه حراره متوسطه، يفضل انه ما تتحرك وتفضل زي ما هي، ونغطيها ونخليها على نار متوسطه مده 25 دقيقه، يمكن على درجه حراره 170 ل 200 انف كافي لها. فراح اشغل وتابعونا بعد انتهاء الطبق.
وبعد ما رجعنا أخو مشاهدين الأعزاء وجهز عندي الطبق أنا قلبته بهذا الشكل، وهسه صار عندي المرحلة الأخيرة إنه أنا لازم أشيلها. طبعا بإمكانك أنت بعد ما تنزلها بهذا الشكل لازم تدق عليها شوية صغيرة بالمعلقة لحتى تطلع معك، ولازم يفضل إنك تتركها مدة 10 دقائق لحتى ترتاح، وبعد هيك بكون عندك جاهز طبق المقلوبة بهذا الشكل. يفضل إنه يطلع عندك بهذا الشكل كامل. هاي الخضروات زي ما احنا عملناها، الباذنجان عندك الزهرة، بعدها الدجاج، وقطع البوتيتو بهذا الشكل جاية كاملة عندي. وهيك أعزائي المشاهدين قدمنا لكم اليوم مقلوبة الدجاج من المطبخ الفلسطيني، برنامج عوافي يحييكم، صياما مقبولا وافطارا هنيئا.